بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. في بعض الأحيان قد تشترط الزوجة على زوجها بأن يسكنها في بلد معين في ضمن العقد. في ضمن العقد تقول له: أنا زوجتك نفسي بشرط أن تسكنني في هذا البلد أو في هذا البلد، أو لا تخرجني من بلدي، أو يكون أمر خروجي موكول لأبي أو ما شاكل، أو تسكنني في هذا المنزل، أن لا تخرجني من هذا المنزل، تبقيني في هذه المحافظة، لا تبقيني في هذه المحافظة. على سبيل المثال تقول له: أشترط أكمل دوام، أنه بشرط أنه أتخرج، بشرط أنه كذا. هذه الشروط إذا كانت سائغة فهي جائزة ونافذة في صلب العقد، ولا يجوز للزوج أن يخل بالتزاماته العقدية هذه باعتبار أنه شرط في ضمن عقد لازم، ولا إشكال في ذلك. فجميع هذه الشروط صحيحة ونافذة وهي تقع، ولا يجوز للزوج أن يخل بها، فإذا ما أخل بها استلزم الإثم، وإن كانت قد تصح في بعض الأحيان ولكنه آثم بمخالفته للشرط، آثم حتما. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.